يو كي دايرين بخير وكشي واد وكشي مزيان، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. في هذا المقطع هذا غنشارك معكم ثلاثة ديال الافكار ديال تهكير فري فاير التحديث الجديد. كاين بزاف ديال اللاعبين ديال لعبات فري فاير كيستخدموا الهاكر، وفي هذا الفيديو هذا غنشارك معكم هاد ثلاثة ديال الافكار اللي كيستعملوهم بزاف ديال اللاعبين ديال لعبات فري فاير تهكير فري فاير. كاين بعض الطرق راه اللعبه ديال فري فاير اللي كتعيق بك مستخدم الهاكر، راه كتباني الكونت وكتباني الاي دي، وراه بزاف ديال اللاعبين فقدوا الاي ديات ديال الهواتف ديالهم وفقدوا الكونتات ديالهم بسبب الهاكر. وفي هذا الفيديو هذا غنشارك معكم ثلاثه ديال الطرق اللي كيستعملوهم بزاف ديال اللاعبين في تهكير فري فاير، وغنشارك معكم بعض الافكار اللي بزاف ديال اللاعبين ديال لعبه فري فاير كيستعملوهم وكيتفادوا مثلا هذا الباند وكيتفادوا مثلا هذا الباند ديال الاي ديات. المهم انا غنشارك معكم هاد ثلاثه الافكار، وانتم كيبقاو الراي ديالكم في استعمال هاد ثلاثه ديال الافكار ديال تهكير فري فاير التحديث الجديد. اول فكره ديال التهكير فري فاير اللي كيستعملوها بزاف ديال اللاعبين ديال لعبه فري فاير، وهي كيستعملوا بعض السكريبتات، كيستعملوا السكريبتات مع الملفات ديال اللعبه، وكيعطيهم واحد الريكلاج في التصويب على اللاعبين في وسط الجيم. الطريقه هذه ديال تهكير فري فاير عن طريق السكريبتات، ما سمعت حتى شي واحد كيقول باللي اللعبه ديال فري فاير بانت له الكونت ولا بانت له الاي دي على حسب هالطريقه هذه. المهم الطريقه هذه في هذا الاخر بزاف ديال اللاعبين كيستعملوها وكيضيفوا سكريبتات داخل اللعبه داخل ملفات اللعبه، وكيعطيوهم ديك السكريبتات واحد الريكلاج في التصويب على اللاعبين في وسط الجيم. وراه كما قلت لكم راه ما سمعت حتى شي واحد كيتشكى باللي لعبه فري فاير بانت له مثلا الكونت الخاص به ولا بانت له الاي دي الخاص به ملي كيكون مستعمل هاد السكريبتات. المهم هذه هي الطريقه الاولانيه اللي كيستعملوها بزاف ديال اللاعبين ديال لعبه فري فاير في تهكير فري فاير. هاد الطريقه هذه كتعطيك هيك شوت 100% مثلا، كيكون التصويب على اللاعب 100% هيك شوت. المهم هاد الطريقه هذه راه كيستعملوها بزاف ديال اللاعبين في تهكير فري فاير. هذه طريقة راه باش نقول لكم انا، المهم انا ما مجربهاش، انا ما مجربش الطريقه ديال السكريبتات، وراه اللعبه ديال فري فاير راه كاتباني على الهاكر مثلا ملي كيكون مستخدم يا خوك الهاكر. راه اللعبه ديال فري فاير ملي كدايق مثلا مهاكي اللعبه راه كاتباني على الهاكر، وراه انا ما سمعتش شي واحد كيتشكى من هاد الطريقه ديال السكريبتات. وراه يا صديقي كيبقى الراي ديالك انت، باش ماشي تمشي تستخدم مثلا شي سكريبت يكون ما نعرف كيفاش معدل وتجي تقول لي اخي انا خديت من عندك الفكره ديال الهاكر ولا شي حاجه، ولا تقلق من هاد مثلا تكون انا ما خصنيش نكون انا السبب. انا شاركت معكم الفكره ولكن ما خصنيش نكون انا السبب، حيت انا ما سمعتش واحد الحاجه من اللي تشغلها بلاتي ديك، تتاكد منها مزيان. وما كننصحكمش تشغلوا الطريقه هذه بالكونطات الخاص بكم، حيت بزاف ديال اللاعبين ديال لعبه فري فاير كيكون عندهم كونطات قدام وكيمشيو مثلا يستخدموا الهاكر وكيدبروا لهم الكونطات الخاص بهم. انا ما كننصحكش تستخدم الطريقه هذه بالكونط الخاص بك، وراه حتى الشركه مثلا كتباني حتى الايديات ديال الهاتف، ولا تبان الاي دي ديال الهاتف اللعبه ديال فري فاير ما كتبقاش تخدم في الهاتف. واخا تحدث مثلا اللعبه ديال فري فاير تعاود انستاليها راه ما كتبقاش تخدم اللعبه في الهاتف. المهم باش الشركه كتباني الهاتف كيكون مثلا الشخص اللي مستخدم الهاكر داخل بالكونت العشوائي، بالكونت العشوائي كيكون ما معدلش بهذيك كونت عشوائي كيكون الشركه ملي كتعرف باللي الصاحب اللي كيكون، المهم الشخص اللي كيكون مستخدم الهاكر راه كتباني له الاي دي. ولا كنت مثلا مستخدم الهاكر بالكونت راه الشركه كتباني الكونت. المهم الطريقه هذه اللي شاركت معكم ديال السكريبتات انا كما قلت لكم ما سمعت شي واحد كيتشكى منها كيقول لك باللي الشركه بانات لي الكونت ولا بانات لي الاي دي وانا مستخدم مثلا السكريبت ديال الهيك شوت.
أما الطريقة الثانية، وهي عن طريق واحد التطبيق اللي كيعطيك عاوتاني الريجلاج في الإعدادات ديال اللعبه. ممكن يعطيك واحد الريجلاج في التصويب على اللاعبين، كيعطيك الريجلاج في معرفه نقطه الوصول ديال اللاعبين في الجيم، كيعطيك الريجلاج في الجرافيك ديال اللعبه، يمكن لك تتحكم في الجرافيك ديال اللعبه، كيعطيك بزاف ديال المزايا. والتطبيق هذا ديال الهاكر راه اللعبه ديال فري فاير كتبغاني عليه، حيتاش شحال هادي كانوا بزاف ديال اللاعبين كيستخدموا هاد التطبيق ديال الهاكر ديال الريكلاج وديال الجرافيك وديال ذلك، وبزاف ديال اللاعبين اتبانوا لهم الكونتات الخاص بهم، وبزاف ديال اللاعبين استخدموا هاد التطبيق هذا بالكونت العشوائي وتبانوا لهم الايديات الخاص بهم ديال الهاتف. المهم هاد الهاكر ديال التطبيق اللي كيكون ضيفه كتانصالي التطبيق وكتشغل اللعبه وكتشغل ديك التطبيق عاد كيخدم ديك التطبيق، راه اللعبه ديال فري فاير كتباني عليه الكونتات وكتباني عليه الايديات. المهم كاين بعض التطبيقات كيخدموا بدون روت، وكاين بعض التطبيقات كيخدموا بالروت، وكاين بعض اللاعبين ديال لعبه فري فاير كيستخدموا واحد الطريقه عجيبه. المهم كاين واحد التطبيق كيعطيك هاتف داخل هاتف، ملي كتانستالي مثلا ديك التطبيق كيكون بحال الشكل ديال الهاتف، فيه كتنساق اللعبه ديال فري فاير، فيه كتنساق ديك التطبيق اللي كيهاكي لعبه فري فاير، وديك التطبيق اللي كيكون بحال الشكل ديال الهاتف كيعطيك اي دي جديد، كيعطيك مثلا اي دي، كيحمي لك الاي دي الخاص ديال الهاتف، الاي دي الخاص بك ديال الهاتف كيحميه ديك التطبيق. ملي كيكون ديك التطبيق هو مثلا كيحمي ديك، المهم كيحمي لك الاي دي الخاص بك، في حالة ما لعقت مثلا الشركة مستخدم مثلا الهاكر في الكونت العشوائي وبانت لك الاي دي، كتباني غير الاي دي ديك التطبيق اللي مشغال فيه اللعبة ديال فري فاير، ومشغال فيه ديك التطبيق ديال الهاكر. وكاين بزاف ديال التطبيقات بحال الشكل ديال الهاتف، وكاين بعض التطبيقات كيكون فيهم روت، المهم كاين بعض التطبيقات كيكون فيهم روت. الطريقة هذه كيستعملوها بزاف ديال اللاعبين وكيتفاداو البان ديال الاي دي. اما الكونت راه الكونت بيني وبينكم ما كننصحكمش تستخدموا الهاكر في الكونت الخاص بكم، لك عندك شي كونت قديم ما تستخدمش فيه الهاكر، ولا بغيتي تجرب الهاكر جربوا في هاد وشوف. انا بيني وبينكم ما كان انا شاركت معكم فكره، ولكن ما كننصحكمش، حيت انا هاد الفكره ديال التطبيق داخل الهاتف اللي كيكون بحال الشكل ديال الهاتف ما جربتش هذه الطريقه هذه، وما كنصحكمش. المهم ما كنصحكمش بعد هذيك، المهم لو بغيتو تجربوا كيبقى الراي ديالك يا صديقي، باش في الاخر لا تبان عليك مثلا، يمكن مثلا الشركه تقدر تبان لك الاي دي ديال ديك الهاتف، يكون ديك التطبيق ما فيهش مثلا شي حمايه قويه ولا شي حاجه في هذا الشكل، حيت كاين بزاف ديال التطبيقات اللي كيكونوا بحال الشكل ديال الهاتف. المهم انا واحد الحاجه ما مجربهاش، ما نقولكش راه 100% عاد خدم الهاكر في هذا التطبيق وعاين. المهم انا سمعت باللي كيديروا مثلا بزاف ديال اللاعبين الطريقه هذه وما كيتبان لهم شي الاي دي. اما الكونت اكيد اللي استخدمت هذه الطريقه اللي عقد بك الشركه مستخدم مثلا هذيك كيتبان الاي دي. الطريقه الثالثه وهي كاين ابيكا مخدومه، ابيكا ديال لعبه فري فاير مخدومه، المهم كيكون تطبيق لعبه فري فاير مخدومه مهاكيه كامله، كتكون كتانستاليها كتكون مهاكيه عادي، راه كاينه الطريقه هذه وراه انا ما مجربهاش، ويمكن الشركه كتباني عليها الايديات ديال الهاتف. المهم كنتمنى يكون عجبكم هاد الافكار اللي شاركت معكم في هذا الفيديو.